يعني خلونا نكمل اخبارنا لسه على الصعيد العالمي بقى. واحد من النجوم العالميين، واعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للارجنتين عن قائمه الارجنتين اللي هتكون موجوده لمواجهه تشيلي والمكسيك، الماتشين الوديتين اللي هيلعبوهم ان شاء الله الارجنتين الشهر المقبل، والغاب عنها القائد والنجم ليونيل ميسي. وكان اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم قد اصدر قرارا في يوليو الماضي بايقاف ميسي لمده 3 شهور، وده بسبب تصريحاته اللي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا امريكا على يد البرازيل. في المقابل كمان استدعى اسكالوني مهاجم باير ليفركوزن الالماني لوكاس اليريو كابرز الوجوه الحديثه المنضمه للمنتخب، ولم تشهد القائمه اي مفاجات تذكر سواء في الاسامي الغايبه او حتى اللي تم استدعائها. وهتخوض الارجنتين ماتشين وديين في الولايات المتحده خلال فتره التوقف الدولي المقبله، حيث ستكون الاولى امام تشيلي يوم 5 سبتمبر في مدينه لوس انجلوس، بينما هتكون الثانيه امام المكسيك بعدها بخمس ايام ان شاء الله. يعني اكيد الماتشات مهمه جدا، لكن منتخب الارجنتين دايما كده عليه علامات استفهام. يعني منتخب الارجنتين بحجم النجوم اللي موجوده فيه وبحجم يعني نجم كبير جدا اسمه ميسي موجود في منتخب الارجنتين، ولكن دايما بنلاقي كده منتخب الارجنتين مش هو اللي الناس حباه ومش هو الناس اللي عايزه تشوف يعني الموضوع ماشي ازاي.